كتير كمان ده دي محاضرات بشكل كبير. يا عم اسلام دي محاضرات مش حاجات. دي محاضرات بنقول محاضرات. ونجم ومصطفى فتحي. مصطفى طبعا ونجم ده ونجم بيصد في اللعيبه. لاعب كويس على فكره. لا هو من وجهه نظرك انت بقى. لا لا لاعب كويس يا عم وسريع وبيروح للجول. طب اللي اسرع منه بقى عمر كمان لعبه واحرف منه. ايوه بس احنا مش داخلين في ماراثون يعني. لا لا ما هو ده يلعب مكانه. ماشي. يعني ما الاثنين بيلعبوا في مكان واحد. احنا في لعيب عنده فنيات كويسه عن مين؟ هو اونج. لا 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 اللي لا ايوه اقل واحد يعني يعني مصطفى فتحي في الحته دي وطبعا شيكابالا وعندك اهو عمر كمان لعب واحد بس عمر كمان ممكن يلعب ناحيه الليفت وممكن يلعب تحت الفيرود يعني يعرف يلعب في كذا مركز واخد بالك هو اقل واحد يعني ونج فيجي ليه ويكلفك عمله صعبه ليه وتدفع له فلوس قد كده ليه وبعدين في الاخر بيصد في اللعيبه انت مشيت نص فرقه الزمالك اه طبعا اذا كنت عايز تاخد دوري اذا كنت امال هم دول خدوا ايه خدوا خلاص بقى ما احنا قلنا العنايه يعني هي دوره رمضان اللي خدوها ديت العنايه الالهيه خلاص مش هتتكرر تاني اكيد لكن لو مش هتتكرر تاني طالما ليه مش هتتكرر مش بص لو ما انت ما ظبطتش نفسك ودخلت الموسم فرقة قوي فرقه كويسه وفرقه فين الفرقه كويسه ده انت عد غنمك يا جحا وعمر كمال عبد الواحد بيدعموه ماشي احنا بنتكلم يا راجل صلى حمد النقاز لعيب كويس جدا سلمنا سلمنا طيب. على حمد النقاز ندخل في استهدى بالله بقى عبد الله السعيد ماله يعني في بعض الزملكاويه أو في مفاوضات معاه. طب ما الكابتن فاروق طلع قال لك مش هينفع. أيوه الكابتن فاروق لكن مع مين المسؤول عن التعاقدات؟ وفي مسؤولين جوه النادي بيقول لك إن هو المشكلة بس علشان المبلغ المالي. طيب يعني هيجيبوا له منين؟ ما أنت لو عشان مبلغ مالي ما تقعد بن شرقي. إشمعنى ده اللي بقى هتوجدوا له الفلوس؟ لأن ده عبد الله السعيد. إيه؟ ده عبد الله السعيد. ده 36 سنة. هتجيبه يلعب لك كام؟ ده واحد من افضل اللعيبه اللي في مصر كان. وفي افريقيا كان. ولا زال لا لا كان انما انا بالنسبه لعبد الله السعيد اوجه له رساله انت بتلعب من غير ضغوط في النادي بيراميدز ايوه بس هو وانت اسمعني بس وانت المعلم مش مطالب ان انت تنزل وتقطع كوره ومش مطالب ان انت تجيب بطوله ومش مطالب ان انت يعني كل الكلام ده انت بتلعب بمعلمه وباين ان انت كويس قوي شفت النهارده انت في منتخب مصر لما نزل تحت ضغط مش هنحكم عليه طبعا في الشويه دول بس احنا لما هيلعب تحت مش هتحس بيه عبد الله السعيد لانك انت عايز بطوله ثواني بس عشان بس ايه ما بحبش اعدي الكلام اللي حضرتك بتقوله لانه كلام مهم ماشي بس احيانا ما بيدخلش دماغي مش احيانا كتير طب اقول لك على حاجه قبل ما ما بقول لك اخبطها ثلاث مرات اخبطها بس اسمعني بس عبد الله السعيد مين اللي ما يلعبش تحت ضغوط عبد الله السعيد كان عبد الله السعيد اللي لعب في الاسماعيلي واللي لعب في الاهلي والكلام ده كان يا عمي كان انا بقول لك دلوقتي في بيراميدز بيلعب بمعلمه وماشي كويس قوي انما هيجي نادي الزمالك يبقى ازداد خبرات يا حبيبي لا خلاص السن له عامل والحركه بقت ليها عامل والبطء بقى اكتر في ادائه انما انت لما بتلعب في بيراميدز لو كره اتقطعت محدش هيقول لك بم وخلي بالك ان الجماهير هترجع وهتبقى قاعده بقى في الملعب وخلي بالك الجمهور ده ساعات بيسقف لك وساعات بقى انت عارف طيب